السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. يا مرحبا بك أخوي خالد. يا مرحبا وسهلا فيك يا فهد، حياك الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة وأيضا متميزة، هذا وإلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة، ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة: تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات الكبيرة تفاديا طبعا لتفشي فيروس كورونا، توثيق عقود الإيجار وتطوير آلية عمل لجان فض المنازعات الإيجارية. هذه مواضيعنا لحلقة الليلة، ننتقل وياك يا فهد. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أكيد نشوفها، نتابع معاكم في هذه الليلة المواضيع اللي قالها أخوي خالد. ولكن في البداية، أصدر مجلس الوزراء توجيهات وتوصيات بإعادة فرض مجموعة من القيود جراء جائحة كوفيد-19 بدءا من اليوم، نتابع هذا التقرير. استنادا على المعطيات المتاحة وعقب الاستماع لتقرير وزارة الصحة حول آخر المستجدات للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدر مجلس الوزراء توجيهات وتوصيات بإعادة فرض مجموعة من القيود جراء جائحة كوفيد-19 بدءا من 4 فبراير لعام 2021. ومن أبرز هذه القرارات: أن يباشر 80% من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أعمالهم من مقرات عملهم، خفض الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة بنسبة تتراوح بين 15% و50%، عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس بحضور ما لا يزيد على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد حفل الزفاف ومكانه، والتعهد بالالتزام بالضوابط والإجراءات والتدابير الاحترازية. إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات، عدم وجود أكثر من 15 شخصا في المخيمات الشتوية، استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة مع إغلاق دورات المياه، إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، عدم وجود أكثر من 4 أشخاص في المركبة باستثناء العائلات، السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15%، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، تقليل الطاقة الاستيعابية في المجمعات التجارية إلى 50% مع إغلاق ساحات الطعام المشتركة. وقد شهدت قطر في الآونة الأخيرة تسجيل زيادة في عدد الإصابات وحالات الدخول اليومي للمستشفيات، مما قد يكون مؤشرا مبكرا لحدوث موجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس، الأمر الذي يدعو بضرورة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمانا لسلامة الجميع. إذن وفي موضوعنا الليلة، وفي إطار جهود وزارة البلدية والبيئة حول تطوير الخدمات المقدمة طبعا للجمهور بصفة عامة، وخصوصا فيما يتعلق بخدمات تسجيل وتوثيق عقود الإيجار وتطوير أيضا آلية عمل لجان فض المنازعات الإيجارية، نسلط الضوء اليوم على أبرز جهود الوزارة في هذا الصدد، وذلك طبعا وفقا لقانون إيجار العقارات لسنة 2008 برقم 4 وتعديلاتها أيضا. فعلا أخوي خالد، للمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد أحمد يوسف العمادي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية والبيئة. يا مرحبا ومسهلا بك يا أبو يوسف. يا مرحبا، الله يعطيكم العافية، شاكرين لكم هذه الاستضافة. لا شكر على واجب، الله يعافيك. طبعا بيوسف، في البداية نبي نعرف المشاهدين عن أهمية
قانون إيجار العقارات لسنة 2008. طبعا قانون إيجار العقارات يعتبر هو قانون خاص أتى لوضع أحكام خاصة تتعلق بإيجار العقارات، أتى في وقت جدا مهم، كان في سنة 2008. نعم. في عز الطفرة العمرانية. نعم. هذا القانون نظم العديد من المسائل، وضع فيها أحكام عامة، وضع فيها التزامات ما بين المؤجر والمستأجر في العلاقة العقدية ما بينهم فيما يتعلق بإيجار العقارات. نظم مسألة تسجيل عقود الإيجار ولجان فض المنازعات الإيجارية، وكذلك سريان هذا القانون على أي من العقارات. نعم نعم، واضح. طبعا طبعا هذا العقار أو عفوا هذا التسجيل بمثابة يعني حماية وأمان لكل الطرفين، للمستأجر وأيضا للمالك نفسه. نعم. أنا عندي أسئلة في هذا الخصوص، ولكن خلني أسألك أول شيء بالتدريج، يعني عن من هي العقارات وما هي العقارات اللي تسري عليها هذا الإيجار، وما هي العقارات اللي مستثنى من هذا القانون بحيث أن أنت ما لدى أن أنت تسجلها؟ هو بصفة عامة القانون يعني جعل التزام تسجيل عقود الإيجار هي على الأماكن أو أجزاء الأماكن السكنية أو كانت التجارية أو كانت الصناعية. استثنى ست فئات القانون من أو عفاها من تسجيل في مكاتب تسجيل عقود الإيجار في البلديات، منها على سبيل المثال أملاك الدولة العامة والخاصة هي مستثنى، الأراضي الفضاء، الأراضي الزراعية، أراضي الخدمات المساندة والصناعية، والوحدات السكنية الخاصة الفندقية والسياحية، وكذلك عقود إيجار إسكان العاملين من موظفين الدولة. فعلا أخوي أحمد في سؤال من جزئين، الجزء الثاني نخلي خالد النعمة يركز معنا في الجزء الثاني. إن شاء الله. طبعا مثل ما احنا عارفين إطار زمني، هل هناك يعني إطار زمني محدد لتسجيل العقود؟ نعم. هذا جانب. الجانب الثاني، وما هي الآثار المترتبة من عدم تسجيل عقود الإيجار؟ سؤال مهم جدا. صحيح. المادة الثالثة من قانون إيجار العقارات الفقرة الثانية منه، أشار القانون على أن يكون تسجيل عقد الإيجار خلال شهرين من تاريخ إبرامه من قبل المؤجر اللي هو المالك. المالك. نعم. فهذه المدة الزمنية، عندك شهرين اليوم كمالك تسجل عقد الإيجار من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ السريان. هذه التفرقة، هذه نقطة. النقطة الأخرى، شنو الأثر المترتب على عدم التسجيل؟ هناك أثرين. الأثر الأول اللي هو في حال عدم التسجيل لا ينظر لأي طلبات تقدم أمام لجان فض المنازعات الإيجارية أو أمام القضاء فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية. الأثر الثاني واللي هو الأثر العقابي، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10,000 ريال. كل من يعني تأخر أو تخلف عن تسجيل عقد الإيجار. نعم طبعا طبعا. إحنا لما نتكلم عن هذا، هو من المالك هو المخول بالقيام بهذه العملية. نعم، هو المؤجر. نعم. هذا الالتزام منوط له هو. نعم. بنص القانون. صحيح. ولذلك يمكن واحدة من الشغلات المهمة يعني إن لابد أن الناس تفهم، خصوصا ما يدخل في هذا المجال الجديد، أن كل من يملك يعني سكن قابل للإيجار وحب أنه يعرضه للإيجار وأبرم عليه العقد، المفروض يأخذ هذا السكن ويقوم بتأجيره حتى يتفادى. نعم. أي غرامات مالية تترتب عليه، وهي تقريبا يعني تتوافق مع مبلغ 10,000 ريال، هذا في حال لا قدر الله إذا صار في نزاع، ولكن إذا ما صار في نزاع فبإذن الله تعالى الأمور. لكن يفضل طيبة. أن هم يسجلون اليوم كل الخدمات. صحيح. الحكومية مرتبطة بتسجيل عقد الإيجار. نعم نعم، صحيح صحيح، أتفق معك. طيب أنا ودي أسأل الآن، يعني خلينا نتكلم عن آلية فض المنازعات، كيف يتم استقبال الطلبات الموجودة، وما هي المنازعات اللي تنشأ واللي من شأن هذه اللجنة الاختصاص أو الفض فيها؟ يعني طبعا هي غالبية المنازعات تنشأ إما لأسباب هندسية راجعة لي مثلا على سبيل المثال تتعلق بالصيانة، أو كانت مثلا لأسباب مالية تتصل بالأجرة واختلاف الاختلاف على سداد الأجرة. نعم. ما بين المؤجر وما بين المستأجر. مؤخرا يمكن وزارة البلدية والبيئة بتضافر الجهود مع المجلس الأعلى للقضاء، وأنا استغل هذه المناسبة إلى تقديم الشكر الجزيل إلى الإخوان في والسادة في المجلس الأعلى للقضاء. استهل. على جهودهم
الحثيثة في تطوير أيضا مساهمتهم في تطوير لجان فضل المنازعات الإيجارية. احنا هناك الآن طبعا قمنا بعدد من الخطوات بحيث أن نطور أعمال هذه اللجان، خصوصا أن احنا حاليا في فترة جائحة كورونا، وبالتالي هناك الكثير من الخدمات تم أتمتتها على مستوى الدولة. صحيح. فتم الآن تدشين ثلاث خدمات تتصل بلجان فضل المنازعات الإيجارية، ومنها على سبيل المثال للحصر اللي هي تسجيل الدعاوى. الآن هناك تسجيل للدعاوى إلكتروني دشناها مؤخرا من بعد ما بدأ الموسم القضائي، لكن أنا أحب أشير لنقطة جدا مهمة، أن لجان فضل المنازعات هي لجان إدارية ذات طابع قضائي. هذه اللجان يرأسها قاضي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وعضوية اثنين ممثلين عن الوزارة. ما تم تطويره في مضمون هذه اللجان من قبل الوزارة يعني غير عن الخدمات الإلكترونية أيضا في الأعضاء، يعني في السابق كانوا الأعضاء كانوا من الغير الفنيين، الآن هناك عضو مهندس وهناك أيضا عضو محاسب مالي. بالتالي حاولنا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء التقليل من مسألة ندب الخبراء، فأصبحت الآن المعايرات من قبل اللجنة نفسها، من قبل اللجنة نفسها، من قبل الأعضاء نفسها، أصبحت اللجنة مختصة يعني بما بالضبط. يعني ذلك بالتأكيد مثل ما قلنا أخوي أحمد أن هذه لجنة مختصة، وتكلمنا عن فضل المنازعات، إذا ذكرنا هناك منازعات الله لا يجيب إن شاء الله منازعات، فأكيد أنه راح يكون تحت القضاء ليفصلون بينهم إن شاء الله تصير أمورهم طيبة. ولكن أيضا نرجع للوزارة نفسها، إذا تكلمنا على فئة فضل المنازعات أكيد هناك أمور كثيرة، يعني جهود الوزارة في خدمات تسجيل عقود الإيجار. نعم، أيضا هناك بالنسبة حق خدمات تسجيل عقود الإيجار من تاريخ 1/10 إلى تاريخ 31/1 تم تسجيل 33,144 عقد ما شاء الله. هذه العقود قدمت وتم تسجيلها وتوثيقها من قبل البلديات المختلفة المتناثرة في جميع أنحاء قطر. نعم. طيب احنا خلنا نسأل عن الجانب الآخر أيضا، وهي جانب عدد الدعاوى اللي تم تسجيلها أيضا للفض يعني لفضل المنازعات بين المالك والمستأجر. نعم، هو عدد الدعاوى اللي تم تسجيلها تقريبا 1572 دعوة. لأن دشنا يمكن احنا الخدمة الإلكترونية يمكن مؤخرا كان في شهر ديسمبر من عام 2020، فتم تسجيل عدد بسيط، لكن في المستقبل نطمح انه يكون هذا العدد متزايد بإذن الله. لكن من تاريخ 1/10 إلى تاريخ 31/1 تم تسجيل 1572 دعوة. نعم. أنت ذكرت التسجيل الدعوة اللي هي 1572 دعوة عن طريق خدمة إلكترونية، نبغي تعرف أيضا عن هذه الخدمة الإلكترونية اللي سوتوها في لجنة فض المنازعات. الخدمة هذه الآن متوافرة في الموقع الرسمي للوزارة. نعم. بمجرد البحث عن الخدمات اللي لها صلة أو في الأيقونة الخاصة بلجان فض المنازعات الإيجارية، هناك مجموعة من الخدمات ومنها تسجيل المنازعة الإيجارية. نعم. طيب أبو يوسف خلني أتكلم معك شوي عن بنود العقود اللي تنشأ بين المالك والمستأجر. نعم. لما نقول أن تدخل هذه العقود الآن في اللجان لفضل المنازعات، تكون هنالك في بنود موضوع من قبل المالك نفسه، بحيث أن أنت إذا تأخرت في مثلا في دفع قيمة الإيجار في الوقت الفلاني، أنت يعني خلص يتم مثلا طلب منك مغادرة العين السكنية إن صح التعبير. فكيف يتم الأخذ بهذا الإجراء؟ هل يتم تطبيقه من قبلكم، من قبل دائرة قضائية مختصة؟ يعني ما هي الآلية؟ احنا نشوف بنود العقود ساعات تكون مخيفة، ولكن آلية تطبيقها تأخذ عدد معين من فترات زمنية، يعني قد تصل إلى أشهر. صحيح، بس احنا في البداية لازم نبين مسألة، القاعدة العامة في العلاقة الإيجارية ما بين المؤجر وما بين المالك. نعم. العقد الإيجار يتسم بعدة سمات، أول شيء هو عقد رضائي. نعم. عقد رضائي ما بين المؤجر وما بين المستأجر، هذه مسألة. العقد هذا ملزم للجانبين، وبالتالي هذه من أهم السمات اللي يعني هذه أهلية العقد، يعني هذه من أهمية أهم السمات اللي ها.
لكن المنازعات اللي تنشأ عن عقد الإيجار تقدم للجنة، تقدم للجنة تنظر أمام قاضي، وبالتالي هذا القاضي مهما كان قراره مع الأعضاء، خصوصا بعد ما يقدمون تقارير المعاينة له، سواء كانت، وهنا يتم فيها التقدير، سواء كانت المنازعة قد تكون منازعة فنية أو قد تكون منازعة مالية. الأهمية في هذا الموضوع أن القرار لما يطلع من عند لجان فضل المنازعات، أول شيء هذه قراراتها قرارات يعني تعتبر قرارات المستعجلة، تعتبر قرارات إلزامية. طبعا هي قرارات تعتبر قرارات مستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل، لها قوة السند التنفيذي، وبالتالي احنا كل الأعمال، لذلك احنا قاعدين نقول ان كل الأعمال اللي تنشأ عن لجان فضل المنازعات الإيجارية، صح هي لجان إدارية ذات طابع قضائي، ولكن حتى لو لم يرتضي احد الخصوم احد بقرار اللجنه يقدر انه يطعن على قرار اللجنه امام محكمه الاستئناف المختصه. نعم فعلا اخوي احمد، قانون ايجار العقارات رقم 4 لسنه 2008، اذا تكلمنا من 2008 الى 2021 نقول 13 سنه، صح. اكيد هناك امور كثيره اختلفت، صحيح. سواء من اراضي، من مباني، من مواقع، مثل استحداث بعض المعاملات الإلكترونية. أيضا هل هناك يعني نقول إن شاء الله في الأيام القادمة هناك جديد عندكم في الوزارة؟ طبعا شوف، طبيعة أو طبيعة هذه التشريعات دائما ما يلحقها التحديث. أنا أعتقد بأن القطاع العقاري إجمالا هو يعني حلقة متكاملة. تنظيم العلاقة، ما بين المؤجر والمستأجر، هذه علاقة دائما تلحقها، صحيح. يعني تحديثات مع مرور الزمن، كل يوم قاعد يطلع عندنا شيء جديد. إن شاء الله إحنا في المستقبل القريب راح يكون عندنا أيضا المزيد من الخدمات، المزيد من التسهيلات ستقدم للجمهور. طيب أبو يوسف، أنا ودي أسألك يعني في ختام هذا اللقاء، وش النصيحة اللي تحب توجهها للملاك أو أيضا للمستأجرين، يعني من باب التوعية، الثقافة القانونية، بحيث أنه ما يبرم أي عقد اللي يكون يعني منتبه إلى كافة أطراف هذا العقد، أو أنه يكون يعني مطلع على بنود العقد وتفاصيل العقد وما يترتب عليه، هذا أعتقد أهم شيء. صحيح، هو أول شيء هو فيما يتعلق بالنسبة للعقد، العقد قراءته بشكل جيد وفهم أحكامه بشكل جيد من الطرفين، هذه نقطة. النقطة الأخرى أهمية التسجيل، تسجيل عقود الإيجار لدى البلديات المختصة. أهمية التسجيل له تبعات خطيرة في حال عدم تسجيلك لها. بكرة لا قدر الله أنه يصير أي نزاع، وإذا كان هذا العقد غير مسجل لا تسمع أي طلبات تقدم أمام لجان فضل المنازعات أو أمام القضاء نفسه. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هناك أيضا غرامات لابد الحذر منها، والإطار الزمني جدا مهم، أنه يتم التسجيل خلال مدة شهرين من تاريخ إبرام العقد. نعم صحيح. طبعا السيد أحمد يوسف العمادي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية والبيئة، الله يبيض وجهك على حضورك ولهنت لإدراك هذه الحلقة. وجهك أبيض، ما قصرت. حياك الله يا أبو يوسف، يا مرحبا وسهلا. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا ما زلنا متواصلين معاكم، ولكن نطلع إلى هذا الفاصل القصير ونرجع بعدها لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامجكم ترحيب، والآن ننتقل إلى فقرة أخبار محلية سريعة. شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية توعية العمال للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت عبر موقعها الإلكتروني أهمية أن يلتزم الجميع بلبس الكمام وبالتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المغلقة وغسل اليدين باستمرار، والحرص على فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال لمكان العمل وأثناء العودة.
أعلنت وزارة الداخلية إحالة 216 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، كما تمت إحالة 6 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد به 4 أشخاص بما فيهم السائق. تنظم وزارة التعليم والتعليم العالي المنتدى الافتراضي للتعليم 2021 تحت شعار رؤى وتطلعات تتجاوز التحديات، وذلك بهدف عرض الأفكار ومناقشة الممارسات وتبادل الخبرات بين المهتمين بقضايا التربية والتعليم والاستشراف مستقبل التعليم ما بعد جائحة كوفيد-19. طبعا شفنا هذه الأخبار السريعة. خالد، هذا اللي موجود عندي. يعطيك العافية يا فهد، وأيضا ننتقل الآن إلى فقرة مهمة جدا وهو بما يتعلق بمهرجان كتارة. طبعا فعاليات مهرجان الخيل العربية مستمرة في كتارة. للمزيد ننتقل وياكم الآن مباشرة إلى هناك مع نديب قناة الريان فيصل لمهندي. الكلمة عندك يا فيصل. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، حياكم الله الإخوان الموجودين في الاستوديو في نقل مباشر من الحي الثقافي في كتارة لمهرجان كتارة الدولي الأول للخيل العربية الأصيلة، والذي يقام لأول مرة على شاطئ كتارة. هنتعرف على الكثير من التفاصيل حول هذا المهرجان في يومه الثاني إن شاء الله مع الدكتور خالد الصريطي رئيس اللجنة المنظمة لهذا المهرجان ورئيس الهيئة العام، رئيس أيضا مؤسسة الحي الثقافي كتارة. مساك رب الخير دكتور، في البداية تعرفنا عن المهرجان الذي يقام لأول مرة في كتارة وأيضا الفعاليات المستمرة لليوم الثاني. الله يمسك النور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المهرجان مثل ما تفضلت هو المهرجان الأول، وصراحة نحن يعني بس استعدينا له من فترة طويلة جدا على أساس يكون بهذه الصورة. هناك فريق كبير خلف الكواليس وأمام الكواليس لإبراز هذا المهرجان على أتم صورة. طبعا هذا يعتبر بالنسبة لنا تحدي كبير، وخاصة ضمن مثل ما أنت شايف الإجراءات الاحترازية المشددة، والحمد لله كتارة يعني متعاونة جدا مع كل الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها لجنة الأزمات ووزارة الصحة، وكل الاحترازات كما ترى في المؤسسة العامة كتارة لا تجد أي واحد يمشي من غير كمام ولله الحمد، وكلهم ممتثلين لهذه الإجراءات. أما بالنسبة لهذا المهرجان فهو يعتبر المهرجان أضخم والأكبر والأغلى أيضا من حيث الجوائز. هناك 13 مليون قيمة هذه الجوائز. زامن التايتل شو اللي هو البطولة الدولية، زامنها أيضا مهرجان كبير يحتوي على الكثير من الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. هناك مزاد شغال الآن في مبنى 47، وسوف يكون مزاد علني إن شاء الله في الأرينا إن شاء الله. وهناك 15 فعالية تم تدشينها أول أمس في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، كلها تتعلق بالخيل. هناك طبعا معرض للطوابع، كل هذا المعرض كله على الخيول، وهناك كل الفنانين والرسامين كلهم اللي يرسم على السرج واللي يرسم على الحوائط، وهناك حائط طويل في مبنى الطاقة تم أيضا استخدام والرسم على هذا الحائط فقط للخيول. وهناك 28 محل كلهم محلات دولية أتوا إلى هذه المؤسسة وأتوا خصيصا لهذا المهرجان للمشاركة فيه. دكتور، 12 دورة المشاركة في هذا المهرجان، شو تمثل لكم هذه البطولة أنها تقام في كتارة؟ طبعا في, 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 في ظل هذه الظروف 12 دولة طبعا هذا رقم كبير، ومن 30 دولة ضيوف مشاركين أيضا من محبي الخيل، هذا رقم طبعا بالنسبة لنا رقم كبير جدا، خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة كوفيد-19. هذا إن دل أن هذا الكائن الذي تراه الكائن الحصان يحظى بحب كبير لدى شريحة كبيرة من أبناء الوطن العربي، ولا سيما أيضا في شبه الجزيرة العربية بما فيها دولة قطر. فهذا الكائن يعني لاقى
اهتمام كبير واحترام وتقدير من العرب قديما، وكان طبعا الشعراء يتغنون فيه ويفاخرون به. وهناك طبعا الغرض من اقتناء الخيول قديما هو لغرضين، أما للتفاخر والتباهي أو للحروب. فهذا الكائن يعني قدر من قبل الإنسان العربي، وتجده دائما يتغنى فيه ويشعر أيضا في هذا في هذا الكائن الجميل. إذن هي بطولة بامتياز في يومها الثاني بالنسبة لكم دكتور خالد الرستاطي. خلينا نشوف أيضا رأي سعادة حمد بن عبد الرحمن العطية رئيس الاتحاد القطري والأسيوي للفروسية ونائب رئيس اتحاد ونائب رئيس نادي السباق والفروسية. عبد الرحمن، كيف شفت مهرجان كتار الأول للخيول العربية؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تايتل شو في كتارة، طبعا اليوم انتقلت الفروسية من مقرها اللي هي النادي أو الاتحاد في إقامة هذه البطولات إلى يعني قلب الدوحة، وفي منطقة يعني جدا رائعة مثل كتارة، واللي لاقت استحسان كثير من الجمهور والمسؤولين وأيضا عشاق الفروسية. مهرجان كبير صراحة عد له يعني بعناية فائقة كبيرة. أشكر قائمين عليه في الحي الثقافي كتارة اللي صراحة أبدعوا في تنظيم هذا المهرجان أو السيتب اللي صار. فعاليات مستمرة لأيام مقبلة بإذن الله، كيف تشوف الفعاليات في يومها الثاني؟ والله من بداية من أول يوم الفعاليات كانت جدا قوية. اليوم الثاني أكيد المتنافسين كلهم يتمنون يحققون نتيجة طيبة في هذا المهرجان، بالأخص في هذه الأيام، واللي نحن كلنا إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، واللي ما يحالف الحظ إن شاء الله في المهرجان إن شاء الله في نسختها القادمة إن شاء الله. كاتحاد قطري وآسيوي، ما مدى نظرتكم إلى إقامة مثل هذه المهرجانات؟ يعني شفناها المرة السابقة في سوق واقف، هالمرة في كتارة، كل مرة تقام مهرجانات دولية للخيل والفروسية في عدة أماكن، هل هذا يعني يساهم في الحركة التنشيطية للفروسية في دولة قطر وفي الدول الآسيوية؟ والله بتساهم بشكل كبير. أولا ثقافة الفروسية، كل بطولة لها طابعها، سواء لو كانت مثلا قفز حواجز أو بطولة جمال نفس اليوم أو سباق، كل بطولة لها طابعها الخاص ولها ثقافتها الخاصة، وهذا شيء تعريفي للجمهور وتعودون عليه، وكيف الحضور وكيف الاستمتاع في هذه الأجواء مثل هذه البطولات. اليوم الثاني كانت في مفاجآت في مسابقة الجمال؟ والله كل يوم في مفاجآت. أنا صراحة يعني متابع بسيط بالنسبة لي كشو، لكن أشوف نتائج طيبة والله للجمهور. أنا أتمنى لكم كل التوفيق أنتو والحي الثقافي كتارة في هذا المهرجان الدولي الأول اللي يقام في هذه المناسبة في كتارة. أتمنى لك التوفيق سعادة حمد بن عبد الرحمن العطية، نائب رئيس نادي السباق والفروسية ورئيس الاتحاد القطري والآسيوي للفروسية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وإحنا نشكركم أيضا على حضوركم ونقلكم الحدث للجمهور. شكرا. شكرا لك. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، هذا ما كان لدي في مؤسسة الحي الثقافي كتارة ومهرجان كتارة للخيل العربية الأصيلة اللي يقام لأول مرة على شاطئ كتارة. أيضا ندعوكم إلى زيارة هذه الفعالية التي مستمرة لعدة أيام إلى تاريخ 6/2 بإذن الله، ولكن لا تنسون لبس الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد-19. الآن عودة إلى الاستوديو مع الأخوان في الاستوديو استكمال باقي فقرات برنامج ترحيب. يعطيك الصحة والعافية أخي فيصل المهندي، بيض الله وجهك من محلك هناك في كتارة، وأيضا بيض الله أوجيه ضيوفك سعادة الدكتور خالد الصليطي وأيضا رئيس الاتحاد القطري الفروسية حمد بن عبد الرحمن العطية. تابعنا أخوي فيصل وتكلموا عن هذا المهرجان. صح. مثل ما ذكر أخوي فيصل، اللي بيروح ويستمتع أيضا يأخذ الاحتياطات والاحتراز والتباعد الاجتماعي والكمام، ولكن أنا لفت انتباهي أيضا الخيل المشاركة. نعم، طيبة طيبة، وكل يوم يعني عندك أنواع، اليوم عندك أمهر ومهرات. صحيح. وعندك أفحل وأفرس.
انت عندك الله يخليها لك ان شاء الله بنت مروان، ليش ما شاركت فيها؟ والله يا اخي لانها هي باطح الحين يعني، وتو الناس عليها، بس ان شاء الله اشوف لين المره الجايه اذا الله كتب لي علاقه. الله يكتب لك التوفيق. ولكن كمكان جديد في كتارة حلو نشوف التنوع، من سنه وسنتين ثلاث سنوات كان ايضا عندنا هنا في سوق واقف. نعم الامانه هو تنظيمهم رائع جدا، ويمكن يعني سلط الضوء مره ثانيه يعني على الخيل، وايضا كل مهرجانات المقامه في هذه الفتره الامانه تجيب يعني السعاده، وخصوصا هالخيل. ولكن احنا لازم دائما نذكر الناس انتبهوا في هذه الفتره خصوصا من انتشار وباء كورونا، فالواحد لازم ياخذ بالاحتياطات ويلبس يعني الكمامه قدر المستطاع، ويترك المسافات ويتحاشى الاماكن اللي يكثر فيها الزحام، يفضل هذا الامر في هذا الوقت. من لسلامتكم وسلامه من تحبون أكيد. وراح نتابع معاكم الفقرات القادمة في برنامج ترحيب، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامج ترحيم. اختتم مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع النسخة 10 من برنامج إعداد المستشارين المهنيين التي أقيمت باللغتين العربية والإنجليزية كل على حدة، بمشاركة عدد من المهتمين بالإرشاد والتوجيه المهني من تخصصات وخلفيات مهنية مختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية في دولة قطر. نعم فهد، طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد عبد الله بن أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني. مرحبا ومسهلا فيك أبو أحمد، حياك الله ويانا. الله يحييكم. سعد مبارك اللي نشوفك فيها. وأنا سعد الله خليك. يا مرحبا ومسهلا فيك أبو أحمد. ودي في البداية لو نتكلم عن برنامج إعداد المستشارين المهنيين، وش المجالات اللي يركز عليها هذا البرنامج؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شاكر لكم الاستضافة. وصراحة حق كل البرامج اللي يقدمها المركز. نعم. واللي احنا صراحة فعلا نهدف ان شاء الله تعالى الى توعية المجتمع وتوعية ابنائنا وتوعية اسرنا باهمية انه يتم الاختيار الصحيح لمستقبلهم المهني، بحيث انه يكونون اضافة ان شاء الله تعالى مفيدة في دولتنا الحبيبة قطر ان شاء الله. البرنامج هذا بالاخص طبعا احنا حرصنا من اول انطلاقته ان احنا نجيب ماده علميه تأصل علميا واكاديميا الناس المختصين او العاملين في هذا المجال. نعم. يعني اليوم في عدد كبير جدا من المرشدين او المستشارين المهنيين سواء كانوا في قطاع التعليم في الدوله او القطاعات الثانيه المختلفه سواء كانت الحكوميه او الخاصه. نعم. فاليوم يعني لا يوجد درجه علميه صراحه باللغه العربيه او في المنطقه العربيه خاصه بهذا الاختصاص. نعم. فلذلك احنا حرصنا من خلال هذا البرنامج المتخصص ان نعطي هذا التأصيل او المقدمه او التأسيس للامانه، انك انت كيف ممكن تكون مستشار او تقدم ارشاد وتوجيه مهني. ممتاز. فلذلك في مواضيع كثيره مهتمه في هذا الموضوع. اول حاجه يتكلم عن النظريات في مجال الارشاد. نعم. يتكلم عن طرق تقديم المساعده، كيف الحصول على المعلومه وكيف تقديم المعلومه. صحيح. على سبيل المثال خلينا نقول في الحاله اذا كان مرشد اكاديمي في المدرسه للطالب او لاسره الطالب، او اذا كان في مؤسسه وظيفية للمتدرب خلينا نقول. فهذه بصفة عامة المواضيع هي تقريبا 6-9 مجالات مختلفة تكلم عن متخصصة في هذا المجال. ممتاز. طبعا من الميز أيضا من بدينا البرنامج ولله الحمد الآن يعني صار لنا أكثر من دورة اللي يقدم البرنامج سواء كانوا يعني الأخ الأستاذ خليفة الصلاحي. نعم. وهو شاب نتشرف بقطري. صحيح. من شبابنا اللي متخصصين الصراحة في هذا المجال والقليلين. نعم. للأمانة. نعم. فعلا نفتخر أن نكون أيضا هو يكون شريك معنا، وايضا معنا استاذ اخر استاذ بلال سلوى. وهو ايضا من صار لهم فتره لا باس بها في قطر فيعرف البيئه. طبعا انا اتكلم عن البرنامج كله ككل. نعم. في برامج كثيره تقدم عالميا. نعم. يمكن ما يناسب امريكا منطقه امريكا الشماليه او ما يناسب اوروبا او غيرها من مناطق الاقليميه في العالم. صحيح. عالميا. نعم. لكن ميزه هذا البرنامج ان احنا تم يعني صراحة تجهيزه وإعداده بطريقة تناسب الأمور والقضايا المحلية سواء كانت يعني خاصة بالمجتمع أو بسوق العمل بصفة عامة. فهو في تميز أو هذه الميزة اللي موجودة في البرنامج للأمانة. ممتاز. ممتاز. أبو أحمد أنت تكلمت عن التميز والمميزات، ولكن أيضا لكل برنامج هناك أهداف، نبقي نعرف أهداف هذا البرنامج برنامج المستشارين المهنيين. طبعا إحنا هدفنا واضح منه مثل ما قلت لكم أن إحنا اليوم
نزيد من الادوات او نؤسس للمرشدين المهنيين او المرشدين الاكاديميين نعم. ونعطيهم ادوات ممكن فعلا يقدمون من خلالها خدماتهم واستشاراتهم المختلفه نعم. في كل يعني كل على حسب مجال او جهه عمله نعم. فهذا اللي حرصنا عليه ويمكن اليوم واضح هذا الهدف يعني كانت اهميته يمكن في السابق خلينا نقول قبل مثلا جائحه كورونا او قبل حتى الامور اللي مرت بدوله قطر السنوات الثلاثه الاخيره نعم. كان المرشد الاكاديمي بصفه عامه دوره يعني يعرف الطلاب باشتراطات القبول في الجامعات بصفه صح. عامه وبعض جهات العمل او طبيعه جهات العمل يعني نعم. كان دوره نعم. تنسيقي خلينا نقول اكثر منه فعلا يقدم ارشاد وتوجيه نعم. ونصح مهني نعم. اليوم من خلال الدورة هذه أو البرنامج هذا اليوم تعدى الدور في أولياء الأمور اليوم والطلبة لله الحمد يعني صار عندهم نضج كبير وأيضا في حيرة الآن صحيح. التنوع والظروف اللي مرت عليه إن هذه كلها نعم. يدرس برا أو يدرس داخل أي تخصص أي مجال صحيح. اليوم إيش الإقبال بعد كم سنة نعم. الآن بعد جائحة كورونا العمل إيش التخصصات صحيح. اللي ما صار عليها قل الطلب عليها نعم. وإيش التخصصات اللي ممكن عليها كلها هذه صراحة محتاجة استشارة صحيح. ومحتاج حد يوجه ويرشد نعم. فاليوم هذه مثلا دورة مثل هذه أو برنامج مثل هذا يقدم فعلا الأدوات المناسبة اللي تخلي هذا المرشد اليوم يقدر يقدم النصح المناسب صحيح. والصحيح يعني صحيح. لانه يعني مثلا من اخطر الامور مثلا انت ترشد شخص وبناء على مجرد راي يعني صحيح, صحيح. هذه اشكاليه وهو مهم جدا على اساس تعرف خصوصيه كل شخص انك انت تعطيه خلينا نقول خطوات يختار هو فيها او صحيح. هو يحدد لنفسه أتفق معك. اخطر شيء انك انت تحدد له اليوم نعم. والله على وجهه نظري او على رايي الشخصي اقول له والله افضل لك التخصص الفلاني او الفلاني نعم. يعني نعم. هذه من اخطر الامور صحيح. اللي ممكن يقع فيها المرشد وهذه من ضمن مثلا القضايا او من ضمن المواضيع اللي نتكلم عنها نعم. يعني. أنا والله يا أبو أحمد يعني أثمن الجهود هذه الجهود اللي لا تقدر بثمن الأمانة هي جهود غالية فعلا لأن أنت قاعد تحط البذرة الأولى لمستقبل إنسان راح يكون في المجتمع يعطي وهذا الإنسان تخيل يعني أعتقد هالحيرة كلنا مرت علينا فهذه يعني في الثانوية أنت ما تدري عفوا وين تروح تأخذ هذا التخصص ولا هذا التخصص فيكون عشوائية في الاختيار قليل من الناس اللي ممكن يختار فعلا الشيء اللي هو يحتاجه وهذا يمكن دور التوجيه والإرشاد وأعتقد أيضا الجامعات يمكن يكون لها نصيب كبير وياكم هل في خطط مستقبلية أبو أحمد أن تتواصلون أيضا مع الجامعات بحيث أن تقدمون لهم يعني شيء من هذا الـ نقول التأهيل الأكاديمي من قبلكم من وجهة نظر يعني مهنية وليس من وجهة نظر يعني صحيح. أكاديمية طبعا لنا تعاون كبير جدا مع جميع المؤسسات التعليمية وخصوصا ما بعد الثانوية أو التعليم الجامعي نعم. في الدولة سواء كان داخل المدينة التعليمية أو جامعة قطر أو غيرها من الجامعات لله الحمد والكليات اللي الآن موجودة بكثرة نعم. وحتى أنت أساس بالضبط مثل ما تفضلت وتشوف لو شفت الخارطة التعليمية الآن في دولة قطر أتكلم فقط نعم. انسى أن الآن بيروح برا صار فيها تنوع غير عادي صحيح. يعني صحيح. في كلية مثلا كلية الأمن والسلامة اللي في نعم. كلية لفان نعم. اليوم القطاع خلينا نقول العسكري والكليات العسكرية الآن والتخصصات قطاع الطيران ففي صار نعم. تنوع غير عادي صحيح. اليوم موجود صحيح. في قطر صحيح. ففعلا مثل ما تفضلت اليوم كطالب متميز أو مجتهد وكأسرة ولي أمر اليوم في حيرة لا نعم. في قرارات مصيرية لابد تأخذ صحيح. ولابد تأخذ بفترة كافية صحيح. اليوم المجموع فقط ما يكفي نعم. بعض خلينا نقول المميزات ما تكفي نعم. طلب سوق العمل مؤشر جيد لكن أيضا اليوم قدرة الشخص نفسه الطالب مؤهلاته ميوله هذه مهمة جدا قياسها وفعلا معك. يضع قرارات وبعدين أنت مثل ما تفضل يعني أنا فعليا يعني مريت بمراحل دراسية ما انخرطت أو ما أخذت التجربة الحقيقية صحيح. على أساس أقرر لمستقبل نعم صحيح فتعرف هذه تحديات كبيرة صحيح. صراحة ونضج التفكير في هذه المرحلة يمكن يكون صعب جدا للأمانة يعني القرارات تتخذها قرارات حاسمة ومصيرية لك الأهلك لبيتك وعيالك فأعتقد أن في عمر 18 أنت قاعد تقرر مصير أسرة كاملة صح. فهذا يختصر لك أخطاء قد تكون موجودة أو ما نبي نقول أخطاء ولكن مطباتهم كل واحد أنت تقول مصير أسرة أنا أقول مصير دولة لأنه نعم. بكرة إن شاء الله راح ينفع بلاده صح. بعد التخرج طبعا أبو أحمد نذكر أن هذه النسخة العاشرة نعم صحيح يعني قبلها سبقتها 9 نسخ ولكن أيضا النسخة العاشرة نبقى نعرف شو اللي يميز هذه النسخة وكم عدد المتقدمين لها نعم. طبعا أول حاجة اللي ميزها النسخة أنها صارت في وضع الآن الكوفيد يعني صحيح مغامرة هذا يعني كان تحدي بعات يعني صحيح. كان تحدي فعلا كبير وكان لها يعني كانت أنا أشوفها من أنجح ومن أميز الدورات الصراحة اللي عقدناها
والسبب ان النقاش كان جدا مثري. احنا كنا في السابق مثلا نقول ممكن مثلا هذه المواضيع او ممكن هذه القضايا تثار، اليوم اثيرت يعني، فلذلك كان تفاعل المشاركين جدا كبير. نعم. صراحه في ان والله احنا مرينا بهذا الموضوع او احنا عندنا هذا الظرف، ما عرفنا ما هي الاداء او ما هي الطريقه المناسبه او الاسلوب المناسب اللي احنا نتعامل مع الموضوع هذا او القضيه هذه، فلذلك كان النقاش جدا مثري. صحيح. الصراحه، وبحكم اول استاذنا اساتذتنا اللي قدموا الدورات اصلا هم من البيئه المحليه. نعم. موجودين في قطر، فكان حتى النقاش يعني في ثراء اكثر يعني. صحيح. فهذه واحده من الاشياء اللي احنا يعني مثلا خلينا نقول كانت واضحه جدا في النقاشات اللي تمت. نعم. في هذه الدوره. طبعا احنا تشرفنا السنه ان ايضا عندنا على اساس ان اصلا البرنامج من مصمم صحيح هو يناسب البيئه القطريه، لكن هو ايضا مصمم انه يناسب بيئتنا في المنطقه كلها، في المنطقه يعني. فاحنا ايضا يعني فلذلك احنا حظينا بمشاركه السنه في الدوره هذه ايضا من دوله الكويت الشقيقه الصراحه. نعم. يعني كان تشرفنا ان حد يشارك، فهي يبين اهميه او 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 الموضوع فعلا. الان ما نتكلم فقط، نتكلم على المنطقه ككل، الكل. نعم. يعني فعلا يبحث عن كيف ممكن اقدم الاستشاره الصحيحه. صحيح. اليوم يعني تعرف انتم اساتذه وتعرفون. نعم. في مجال خلينا نقول التدريب او التنميه البشريه تخصصات كثيره. صحيح. وما شاء الله في مجموعه كبيره، لكن بالذات في موضوع الارشاد والتوجيه المهني هذا تخصص دقيق. نعم. وتخصص قائم بذاته ومهم. يعني تعرفوا انتم مثل ما تفضلتوا شفت اليوم احنا. نعم. نتكلم حتى اليوم حتى على مراحل الثانويه. نعم. عندنا ثانويات متخصصه. نعم. في قطر الان كثيره، كيف على اساس الطالب من هو الاعدادي اليوم او الطالبه في الاعدادي تختار حتى ما شاء الله عندنا المصرحة. يعني لو ضربت مثال مثلا المدرسه المصرفيه للبنات موجوده. صحيح. في الثانويه، فالتنوع كبير اليوم للجنسين. نعم. او يعني لجيلنا. كيف القرارات فعلا اليوم محتاج النصيحه او محتاج توجيه اكثر من توجيه بس فقط ولي الامر، محتاج. صحيح. توجيه عن علم. نعم. فهذه صراحه اللي يعني اللي اليوم يميز ان المجموعه اللي شاركت في الامانه عارفه اهميه الموضوع وليش جاي مشاركه يعني. صحيح. يعني ولا انتقاص في قدر المجموعات السابقه. كان في اتفاقيات مع بعض المؤسسات من ضمنهم وزاره التعليم والتعليم الالي، بحيث انه كان فعلا عممت هذه الدوره او عمم هذا البرنامج على جميع المرشدين الاكاديميين في المدارس. ممتاز. فكان مشاركه جدا طيبه وممتازه. الحمد لله. لكن اليوم الان او النضج اللي احنا وصلنا له ان المشاركين لا هم جايين يشاركون عن رغبه، جايين يشاركون باهميه يعني في. صحيح. في تقدير من الشخص نفسه ومن مؤسسته. نعم. يعني ايضا عندنا مشاركات مميزه من المؤسسات، قاعدين نبني علاقات احنا مع المؤسسات. نعم. اللي نرى انها تحتاج هذه النوع من الخدمات ومن البرامج. بالتاكيد انا متاكد ان هذه المؤسسات تقدر هذه الجهود الثمينه. وانا ودي اسال ايضا عن الدوره التمهيديه في الارشاد المهني، خلينا نتكلم شوي عنها ابو احمد. شوف مثل ما احنا يعني مثل ما ذكرت لكم من هذه الدوره. نعم. جدا لو انها مقدمه وتوصل. نعم. لكنها جدا يعني متطوره. نعم. بحيث ان الشخص اللي ما عنده اي معلومات او اي معرفه بموضوع الارشاد والتوجيه قد يجد صعوبه، لان ايضا فيها بعض خلينا نقول يعني هو الشخص يكلف بمهام في. نعم. كيس مثل حاله يعتمد عليه بحيث انه فعلا بكره يقدر يطلع من الدوره هذه يحسن من تقديم خدماته واستشاراته. صحيح. المؤسسة اللي عامل فيها. نعم. فلذلك مو كل الأشخاص جاهزين بهالمستوى. نعم. أو تجربتنا في بداية الدورات اللي عقدناها. نعم. ما كانوا جاهزين، فلذلك ارتئينا أن من الضروري أن يأخذون بعض المواضيع أو يكونون مطلعين على بعض المواضيع تفتح لهم على الأقل آفاق. نعم. بحيث أن يكون في على الأقل مدة ما تقل عن شهرين إلى 3 شهور بين الدورة التمهيدية والدورة الأصلية، بحيث أن الشخص فعلا هذه فترة كافية يبدأ يطلع ويقرأ ويكون مستعد. صحيح. لأن المتطلبات في يحتاجها على أساس أنه يجتاز هذه الدورة الأساسية. نعم. قد تحتاج بعض الخبرة وبعض القراءة، فلذلك حرصنا من خلال الدورة التمهيدية أو اللقاء التمهيدي هذا ان. نعم. فعلا هم يستعدون لهذه الدوره. صحيح. فلقينا لله الحمد يعني من بعد ما تم يعني اعتقد من النسخه الخامسه بدانا في الدوره التمهيديه هذه. فاكتشفنا ان لا الان مخرجات الدوره الاساسيه صارت يعني في تحسن كبير الصراحه. صحيح. بالاستعداد. صحيح. الجيد. نعم بالتاكيد. الله يوفقكم ان شاء الله سيد عبد الله بن احمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، بالتوفيق ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله في لقاء اخر متجدد. بالعكس هذا الجهد احنا فخورين فيه، واحنا نشوف ثمرته يمكن على ارض الواقع، اصبح وعي اكثر عند شبابنا وبناتنا اليوم في اتخاذ القرار المصيري. فشكرا على وجودك اليوم، ونشوفك في لقاء اخر باذن الله تعالى. ان شاء الله. نشكر على الحضور والله يكتب اجركم ان شاء الله ويوفق عيالنا ان شاء الله في هذه الدورات. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في موضوع اخر، اختتمت كليه شمال الاطلنطي برنامج التدريب لافراد أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، وذلك من خلال حفل إقامته لتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج. نتابع هذا التقرير.
نظمت كلية شمال الأطلنطي في قطر حفلاً لتوزيع شهادات التدريب على أفراد من أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية بعد أن شاركوا في برنامج الصحة والسلامة المهنية بالكلية. وقدم التدريب لمنتسبي أمن السواحل والحدود المشاركين في الدورة المعلومات النظرية والحصص التدريبية العملية لاكتساب مهارات تحديد المخاطر والاستجابة لحالة الطوارئ بطريقة مهنية، كما طور من خبرتهم في تحديد إجراءات السلامة التي تمنع وتقلل خطر الإصابة الفردية أو تلف المعدات وتساهم في تعزيز ممارسات السلامة المهنية. اليوم كان عندنا شرف كبير إن يعني يكون معانا وزارة الداخلية متمثلة في إدارة الأمن السواحل، وهذا يعني ثمرة تدريب كان مدة 3 أسابيع لمنتسبي إدارة أمن السواحل في الأمن والسلامة، والحمد لله التدريب كان يعني متميز وكان فني ونوعي، وكان قضوا المدربين 2 أسبوع في حرم الكلية وأسبوع في مجال عملهم يعني، وكان فعلا التدريب تطبيقي لأشياء اللي تدربوا عليها خلال 2 أسبوع، والحمد لله جميع المنتسبين يعني تخرجوا بنجاح وتميز. ويشكل هذا البرنامج خطوة فعالة نحو تعاون مستمر بين معهد تدريب الشرطة وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وذلك في إطار التعاون والشراكة في التدريب المهني والأكاديمي بين مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات فيما بينها. إذن وبهذا التقرير نكون وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي والمتجدد. ترحيب، في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة.